السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ثانويه عامه؟ يا رب تكونوا بخير. في عجاله كده هناقش معاكم الحاجات اللي قالها الوزير النهارده، واهم حاجه من وجهه نظري قالها الوزير النهارده ان تقريبا لغى التابلت تماما. يعني في الامتحان اللي فات كان بيقول ان الحل على البابل شيت وفي التابلت، انا قلت لكم ان التابلت خلاص اتلغى اكلينيكيا، وبالفعل النهارده شباب الوزير قال ان التابلت هيستخدم بس لتسجيل حضورك. ورقه زي دي تعدي على اللجنه، ما بقاش التابلت ليه اي لازمه خلاص. بس مش مشكله، المره اللي فاتت قلنا مش مشكله هنكتب في التابلت وفي البابل شيت، المره دي بنقول بس هنسجل حضورنا على التابلت على النظام وحطه في الشنطه بتاعتك لحد ما تروح، وتعامل مع امتحان عادي جدا ورقي زي النظام القديم بالظبط. طبعا زي النظام القديم في الاسئله، بس زي النظام القديم في الامتحانات والورق وكده. يعني عشان تصدقوني لما قلت لكم ان صوتكم مسموع وصوتكم بيوصل للوزاره والكلمه اللي بتقولوها بتوصل والحاجه اللي بتطلبوها بتتعمل، وده طبعا يخلينا نشكر الوزاره انها تستجيب لطلباتكم. كانوا يقدروا عادي يسمعوا الشكوى بتاعتكم وما يستجيبوش، هتعملوا ايه يعني؟ محدش في ايده حاجه، دي مش بتاعه حد فيكم، لكن بيسمعوا وبيستجيبوا وبينفذوا طلباتكم، فدي حاجه كويسه. جماعه الكويس نقول عليه كويس، والحلو نقول عليه حلو، نعطي كل ذي حق حقه. فكده الحمد لله شباب تقدروا تمتحنوا وانتم مطمنين، لا سيستم هيقع ولا تابلت هيهنج ولا اي حاجه. امسك الورقه بتاعتك، حل فيها الاسئله، وعلم في البابل شيت السؤال اللي انت متاكد منه 100%. وعملت لكم قبل كده فيديو صغنن عن البابل شيت وازاي تتعامل معاها، ان شاء الله يفيدك جدا، هحطه لك هنا في الاي تقدر تتفرج عليه، او هنا يعني هنا او هنا. فملخص الكلام ده كله، هتمتحن في ورقه وبعدين تعلم في البابل شيت، مش مطالب منك خالص امتحان على التابلت. الوزير قال ان الامتحان على التابلت هيتقفل تماما، محدش عارف يخش عليه، انت معاك الورقه بتاعتك بس. التابلت ده لتسجيل حضورك في الامتحان فقط، وهيبقى عليه حاجه كمان وهي الكتب بتاعه الوزاره. طبعا ما حدش فيكم هيستخدمه يعني عشان يشوف الكتب، مش هتقعد تفر كده في الامتحان عشان تدور على سؤال معين، لا اطبع الكتب بي دي اف وخدها معاك الامتحان، ما حدش هيكلمك. واكتب برده فيها ملاحظاتك الشخصيه، انت مثلا بتسمع درس او بتسمع كورس او اي حاجه، اكتب فيها ملاحظاتك الشخصيه على الورقه دي. لكن هتجيب ملزمه بتاعه المدرس هتتقفش بيها ويعمل لك محضر غش، وكمان الناس اللي عامله العيب كده زي مثلا يعني يجيب الملزمه ويغطيها كفر من بره بكتاب الوزاره، هتتقفش. الوزاره عارفه الحركات دي كويس ومنبهه عليها، والوزير نبه عليها النهارده، اي حد هيحاول يتلاعب بحاجه هيتقفش، محضر غش. وده يطمن الناس الشاطره الناس المذاكره ان هم مجهودهم مش هيضيع، لان اللي بيغش بيضيع مجهود كل الناس الشطار. تمام؟ فيا شباب محدش يتلعب بحاجه، اجهزوا في الايام الجايه للامتحان، ذاكروا كويس الايام الجايه فقط. يبقى كده التابلت هتسجل عليه حضورك، وممكن تبص عليه في الكتب الالكترونيه، ومعاك ورقه الامتحان تحل الاسئله وتعلم في البابل شيت. بس انا هجيب لكم الحاجات المهمه بعد كده الاقل اهميه. الوزير قال برضه ان احنا محدش فينا يا شباب هيقفل الامتحان، ودي حاجه تطمنكم جدا. يعني مثلا في الامتحان التجريبي الناس الشطار غلطوا مثلا 3 4 غلطات 5 غلطات، ده طبيعي. الوزير قال يا شباب محدش هيقفل الامتحان وش كده، تمام؟ فما تقلقوش. وكمان الوزير اكد على ان الامتحانات اللي جايه ان شاء الله هتبقى اسهل من الامتحانات التجريبيه، واكد على النقطه اللي انا كلمتكم فيها ان الامتحان النهائي بيبقى معد ليه اكتر ومراجع اكتر من الامتحان التجريبي، وان شاء الله باذن الله يخلو من الاسئله اللي فيها نقد، والاسئله تكون مباشره وما عليهاش جدال كبير زي الامتحان التجريبي اللي امتحناه قبل كده. والوزير برضو اكد على ان محدش هيجيب 98% ولا 99% ولا 100% ولا الكلام ده كله، كل الموضوع هيعتمد على تقييم الطلاب، هتبقى منافسه شريفه بينك وبين زمايلك، اللي يحل اكتر هيجيب مجموع احسن وبالتالي يخش الكليه اللي هو عايزها او بيحلم بيها من زمان. فمحدش هيجيب اللي هو 99 100%، مش هيحصل الكلام ده، كل الموضوع منافسه بين الطلبه كلها، واللي هيحل اكتر هيتفوق على زمايله اكتر هياخد الكليه اللي هو عايزها ان شاء الله. الوزير برضو قال ان الجدول ثابت وما فيهوش اي تغيير، وانا صراحه شايف ان النقطه دي اصلا ما تستحقش الكلام عليها. يعني خلاص يا شباب الامتحان نازل بثلاث ساعات، انت متخيل؟ يعني الناس اصلا ما شاء الله كانت بتخلص الامتحان في ساعه ولا ساعه ونص، لو مذاكر بجد والله مش هتاخد الثلاث ساعات في الامتحان، ليه يعني؟ معلش ليه ثلاث ساعات؟ 180 دقيقه. الوزير برضو اكد، ودي حاجه لازم انبهك عليها، ان اي تابلت مهكر هيتقفش اول ما تخش على السيستم، اول ما تيجي تسجل حضورك هيقفشوا التابلت المتهكر بتاعك، لان في الابديت الاخير التحديث بتاع التابلت بقى اكتر امانا، والوزاره بقت مطلعه على التابلت وانشطته اكتر من الاول. فمحدش فيكم يقرب من التابلت بتاعه، محدش يحاول يغش، اللي ناوي يغش من التابلت او مهكره او يشيل الفكره من دماغه تماما. الوزير كمان اكد على منصات الوزاره واهميتها، وقال الاحصائيات اللي انتوا عملتوها على منصات الوزاره بالملايين تقريبا كلكم ما شاء الله دخلتوا عليها، وكلكم وشفت المحتوى اللي عليها، المشاهدات دي والاحصائيات دي تخلي الوزاره تهتم بيها اكتر وتجيب منها اسئله في الامتحان، فلازم تهتموا بيها جدا. حصص مصر، بنك المعرفه، مدرستنا، بس كده. ده الملخص بتاع الكلام اللي اتقال من الوزير النهارده. شايف ان احسن حاجه اتعملت النهارده شباب هو انجاز كنا كلنا بنطالب بيه، وقلنا قبل كده ان الحل على التابلت هيتلغي، وقلنا قبل كده ان الحل هيكون في ورق، والحمد لله من خبرتنا كل الكلام اللي قلناه صحيح، والتابلت فعلا خلاص هو اتلغى تقريبا. يعني هتسجل حضورك يعني ماشي، سجل حضورك حطه في الشنطه وهت امتحن في الورق عادي جدا، وشايف ان ما بقاش في حجه بقى خلاص، انت مذاكر حالل كويس متدرب على المنهج كويس، باذن الله تجيب اعلى درجه في الامتحان، اعلى درجه ممكنه، محدش هيقفل الامتحان زي ما الوزير قال. تمام؟ بس كده نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وان شاء الله كده نخاطبكم وانتوا احلى دكاتره واحلى مهندسين واحلى ناس في الكليات اللي بتحلموا بيها ان شاء الله، وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.